كيف نرد على الذي ننصحه بالدين وبالعقيدة خاصة يقول الله سوف يحاسبني، أو يقول لا تنظر للموضوع من ناحية الشرعية الأمر سهل؟ ما أدري شنو النصيحة بالدين، ما المقصود بها؟ إذا كان مشركا والعياذ بالله لا، الأمر ما هو سهل، لكن إذا كان مقصرا في جانب من الجوانب ادعو له واستمر في نصحه وأسأل الله أن يهديه.